السلام عليكم، بنرحب فيكم في مساق أساسيات الطاقة المتجددة. اليوم حنتكلم على الوحدة الثانية. الوحدة الثانية بتتكلم على الـ Renewable Energy Generation. الآن طيب، ايش اللي يعني الاوبجيكتيف لهذه الوحدة؟ بنعمل ليستنج للبوتنشال انرجي سورسز، ايش السورسز الافيلبل رايت ناو، compute the primary energy potential, determine energy yield and energy capacity factors, determine power system efficiency, determine the global prospects for all sources or potential entrepreneurship ideas اللي ممكن نفكر فيها في هذا المجال. الآن حتكلم على الأنواع التالية من renewable energy sources زي الهيدرو باور اللي جايه من الانهار او المسطحات المائيه، ويند انرجي الرياح، سولار انرجي، تايدل اند اوشن كورنت انرجي اللي هي جايه من التيار البحري، ويف انرجي الامواج البحريه، بايو انرجي اللي هي بنتكلم على البايوماس والطاقة الحيوية اللي بنسميها، والجيوثيرمال انرجي اللي هي الطاقة الحرارية اللي في باطن الكامنة في باطن الأرض. طيب الآن من الكاركترستيك تبعت الانرجي ايش هي؟ عند البرايمري انرجي بوتنشال اللي هي المصادر الطبيعية الموجودة ايش هي؟ الآن بندخلها على السيستم افيشنسي. لما تدخل البرايمري انرجي بوتنشال على السيستم افيشنسي بتعطينا الانرجي ييلد اللي هو الناتج اللي احنا بنسويه. الان ذا برايمري انرجي بوتنشال از نون از ذا افيلابل انرجي فروم ذا برايمري سورس اللي هي الطاقه المتوفره عندنا من المصدر الرئيسي. الان هذه احيانا بنسميها الانرجي كارير. البرايمري باور بوتنشال لما الباور ايش بعمل؟ باخذ الانرجي اوفر تايم بتعطيني الايش؟ الباور كسيستم. الاوتبوت باور ايكوال ذا برايمري باور بوتنشال تايمز الافيشنسي. الان عند الانستولد او النامينال كاباسيتي هذه بتساوي الماكسيمم كاباسيتي. يعني لما اتكلم عن الستول او النامينال كاباسيتي بنتكلم على الماكسيمم كاباسيتي. الان الانرجي ييلد بنتكلم ثرو اوت ذا يير ذا باور اوتبوت اوف ا سيستم تشينج. يعني لما نيجي للاوتبوت لاي باور سيستم في تشينجز بتصير فيه، التشينجز ديو تو مينتننس ديو تو فاريشن. مثلا لو بتكلم عن الرياح في موسم الرياح، مثلا الخريف موسم رياح، الصيف الرياح بتبقى خفيفة فيها، الشتاء في الرياح أعلى. الآن بنتكلم برضو على السولار، بنلاحظ في الشتاء ساعات النهار قصيرة وفي الصيف ساعات النهار طويلة، فهذه لها تأثير على الموجود عندي. Capacity factor is how much the actual yield deviate from the nominal output. يعني قديش بنيجي بناخذ مثلا الانرجي ييلد على النامينال بتعطيني ايش؟ الكاباسيتي فاكتور. والكاباسيتي فاكتور ريبريزنت ذا بوتنشال لوسز اوف ا رينيوبل انرجي سيستم. يعني بتقول لي قديش بصير عندي فاقد في السيستم ككل. الان اول اكزامبل حنتكلم عنه اللي هو الهيدرو باور جينيريشن. الهيدرو باور اللي هي احنا بنقول عنها الناتجه عن تدفق المياه الطبيعي. الان عاده لما تيجي الشمس على ميه المحيط او ميه البحر ايش بتسوي فيها؟ بتبخرها وبينتج عنها سحب. السحب هذه يعني حسب اتجاه الريح بسوقها لمناطق، يا اما بتنزل على شكل امطار رين اور سنو. الان هذه الميه اللي بعد هيك الرين او السنو، الميه اللي فيه بتنزل في مناطق يعني collected in a reservoir. الان المنطقه اللي بينزل فيها المطر هاي بنسميها او الثلج السنو بنسميها catchment area اللي هي ايش؟ المنطقه اللي بيصير فيها التقاط هذه المياه. الان المياه اللي تجمعت في الريزرفوار اللي هي في البحيره او في المنطقه اللي انا
جمعت فيها. هذه حسب الارتفاع تبعها، وعادة هذه المناطق الريزرفوار ده بنعملها مناطق عالية. وإذا لاحظتوا يمكن آخر أيام لما كان الحديث على سد النهضة، بتلاحظوا أن سد النهضة جاي في مناطق جبلية، فبيستغلوا الارتفاع تبعت هذه المناطق الجبلية عشان لما يعملوا انسياب للمية تتدفق المية بتحرك، بتعرفوا الطاقة البوتنشال اللي هي إلها بالارتفاع. فحجم المية قديش هو في الارتفاع، هو يعني أو وزن المية في الارتفاع هو اللي بيعطيني الطاقة الموجودة الكامنة اللي بتتحول من طاقة بوتنشال انرجي إلى كيناتيك انرجي اللي هي الطاقة الحركية. الآن البوتنشال زي ما حكينا بتتحول لميكانيكال اللي هي بتحرك التوربينات، والتوربين هذا لما ندخلها على التوربين بتتحول لإلكتريكال إلكتريكال انرجي. الآن مثلا في عندنا سدود مقامة على مناطقتين، يمكن أكبر سد عندنا احنا بنعرف في منطقتنا السد العالي اللي هو جاي على بحيرة ناصر اللي عمل وراء الريزرفوار اللي هي بحيرة ناصر، وجاي على نهر النيل. الآن يمكن في العديد من السدود في تركيا جاي على نهر دجلة والفرات. إذا بتطلعوا هنا عندنا هي سد عملاق بسموه ذا ثري جورجز دام ان سنترال تشاينا. الآن هذه الفكرة الموجودة عندي، في عندي البوتنشال انرجي، شايفين الارتفاع هذا البوتنشال انرجي لما انا ادفقها في هاي هذا الارتفاع اللي عندي بتحول لانه بتاخذ الكتلة الموجودة هان واضربها في الارتفاع وبحولها لايش؟ لكيناتيك انرجي. الكيناتيك انرجي حتيجي للتورباين تحركه من هان، وهذا حتنزل تتدفق المية وتولد لي وتحرك التورباين، هذا بحرك لي الجنريتر والجنريتر بحولها لطاقة كهربائية. الآن أنا في التحكم في المية في الريزروار هذه بتعطيني sustainable source، يعني بتأثرش لا بالرياح ولا شيء، بتأثر بالمواسم قديش حجم المية اللي أنا مخزنها خلف السد الموجود عندي. الآن البرايمري انرجي بوتنشال، وهذا المعادلات اللي بدنا نشتغل عليها، اللي هي البوتنشال انرجي is the energy that is released by dropping a certain mass from a certain height. يعني أنا بدي أجي فيها هاي البوتنشال انرجي إيش بدها تساوي؟ بدها تساوي كتلة المية ضرب الجاذبية الأرضية جي ضرب الارتفاع تبع المية بتعطيني إياها بإيش؟ بجول. الآن هذا لو أخذت الدريفيتيف تبعتها للماس، يعني أخذت الريت تبع بدل أقول من الكتلة الماس اللي هي تدفق الكتلة اللي هي بإيش بصير عندي ام دوت اللي هي الدريفيتيف تبعت ام بتعطيني إيش؟ البوتنشال باور. والام دبليو إيش بتساوي؟ بتساوي البريسيبيشن اللي هي ايش كمية المطر النازلة ضرب رو اللي هي الدنسيتي تبعت المية ضرب في الايش الاي كاتش اللي هي كاتشمنت اريا الموجودة عندي في هذا المجال. الان ام دبليو اللي هي سميناها الويت تبعت الووتر اللي هي زي ما حكينا اللي هي وزن المية او كتلة الماء اللي عندي، والكاتش اريا اللي هي المساحة الموجود فيها الماء. المية عادة بحسبها ده الكاتش اريا، مثلا في منطقة جبلية وانا بحصر المية هاي بين الجبل باخذ المساحة هذه ككل. الان لو انا الكاتش اريا زي مثلا بحيرة السد العالي اللي هي بحيرة ناصر، فانا بدي احسب المساحة اللي موجودة فيها هذه البحيرة مش مساحة المية، بدي أروح على أثيوبيا وأحسب قديش كمية المية اللي التقطتها أو المساحة في هذا المجال. الحسبة بتختلف شوية في هذا المجال. وهذا قلنا البريسيبيشن اللي هي الأمونت أوف رين أور سنو كولكتد أنيولي في هذا المجال. الآن السيستم افيشنسي إيش عندي لاسز ممكن؟ على فكرة من أعلى كفاءة في السيستم اللي هي نظام الهيدرو باور في الرينيوبل انرجي، على كفاءة عالية تقريبا حوالين 60% في هذا المجال.
فريكشن لوسز، توربين لوسز، والكترونيك لوسز هذه الموجوده عندي في السيستم بشكل عام. الانرجي ييلد بتتاثر بالايش؟ بعده عوامل، بتتاثر بالرين فول اند سنو فول، يعني الموسم اللي فيش فيه امطار او بتقل الامطار، ارتفاع الماء في هذا البحيره او في الريزروار ايش نلاحظ عليه؟ بينزل، فاذا بينزل معناته البوتنشال انرجي بده ينزل. الان التوربين والسيستم اللي عندي في ايام بيوقف فيها لانه بروح بخرب او بده مينتننس، يعني بده تصليح، فهذه بتقلل الانرجي ككل. ناخذ اكزامبل الموجود عندي، جيفن رينفول اللي عندي قديش بيساوي؟ 500 مليمتر بير يير، ود نو ميلت ووتر فروم ماونتن سنو اور كليسرز. يعني ال 500 مليمتر بالسنه هذه جايه بس من وين؟ من الامطار، فيش عندي اي شيء بيجي لي من الثلوج في هذا المجال. الان الارتفاع تبعت الميه في الريزروار اللي هي 100 متر، بدنا نحسب قديش الانرجي بوتنشال ان جول. First we determine the total mass of the water. الرينفول قلنا 500 مليمتر بير يير، يعني هذه ال 500 بتساوي نص كيوبيك مليمتر، كيوبيك متر، لانه ال 500 مليمتر تقريبا اللي هي يعني لما بدي احسبها تقريبا 500 لتر، والكيوبيك متر اللي هي ايش؟ 1000 لتر في هذا المجال. الان لكل سكوير متر، يعني هذه بتعطيني كل سكوير متر من الارض بتعطيني خمس نص كيوبيك متر في السنه مي. طبعا هذه منطقه غزيره الامطار بنقدر نقول عنها. الان ام دبليو اللي هي الكتله تبعت المي ايش بدها تساوي؟ قلنا بريسب مضروب في الرو اللي هي الدنسيتي ضرب الاي كاتش اريا. فانا بدي اجي عليها اقول عندي البريسيبيتيشن اللي هي عندي بتساوي نص كيوبيك متر، اللي عندي الرو عندي بدها تساوي 1000 كيلو لكل كيوبيك متر، فهذا بتعطيني قديش؟ 500 كيلو جرام بالسنه اللي عندي لكل متر مربع. الان البوتنشال انرجي ايش بدي اخذ؟ الام دبليو اللي حسبتها مضروبه في الجي ومضروبه في الاتش، فانا بدي اجي اقول 500 ضرب 9.81 ضرب 100 حتعطيني كام؟ 490 كيلو جول بير اير بير متر مربع. الان لما بدي احول هذه بدي احولها من انرجي لباور، بدي اقسم على عدد الايام. هذا قلنا بير السنه، بدي احول السنه ايش؟ لساعات. السنه كم يوم؟ 300، واذا بدي اطلع عليها الان بس قبل ما اروح على هاي بدي اخذ ال 490 هذه جول بير يير، بدي احولها للباور، بدي اقسم اللي عندي على بدي اقسم على السنه في هذه، احولها ل اذا بدي احولها لو هاي بدي احولها لكيلو وات اور اللي عندي. الان ابسط طريقه اللي عندي بدي اقسم على احولها لوات اور في هاي، فبقسم على 3600 او 3.6 ميجا، هي اللي بدي 3.6 ميجا جول بدها تساوي 1 كيلو وات اور. اللي عندي لما احولها زي هيك بدها تعطيني قديش؟ 136 وات اور لكل سكوير متر بير اير. هذه يعني لما بدي اجي اطلع عليها بير اير، يعني هذا اعطتني قديش؟ 136 وات اور لكل سكوير متر بير اير. الان الباور دنسيتي بدي اخذها هذه واقسمها على السنة، يعني شوف قديش بتعطينا للسكوير متر لحالها، فبدها تاخذ ال 136 وات اور واقسمها السنة فيها 365 يوم، واليوم في 24 ساعة، فاعطتني قديش الباور دنسيتي؟ 0.016 وات لكل سكوير متر. يعني
لو انا عندي في المساحة الموجودة عندي اللي انا حاطط فيها الماء، المية كل سكوير متر، طبعا المية هذه اللي بتيجي عليها مطر في السنة بمعدل نص كوب لكل متر مربع، هذا نص الكوب بارتفاع 100 متر بيعطيني 0.0016 وات لكل سكوير متر. فأنت بدك تحسب قديش عندي، وعادة هذه المساحة بتبقى بإيش؟ بمئات إذا مش آلاف الكيلومترات المربعة، فأنت بتتكلم على شيء بالميجا وات. عشان هيك بتلاحظ إنه الكفاءة عالية جدا، أو البوتنشال لها عالي جدا في هذا المجال. الآن ناخذ سد مثلا زي إيتابو دام اون ذا بوردر برازيل اند باراغواي، هذا من السدود العظيمة في البرازيل. الانستول كاباسيتي طلع عليه قديش؟ 14 جيجا وات. اند ان 2015 اليلد كان عندي 89.5 تيرا وات اور بير يير. الان الكاباسيتي فاكتور عندي 89.5 اللي عندي تيرا وات اور بير يير. بدي اقسمها على السنة قلت عندي 365 يوم، وال 365 يوم اضربها في 24 حتعطيني كام؟ 8760 الرقم الموجود عندي. فهذا الان بدي اقسمها على الانستول كاباسيتي، بتعطيني كاباسيتي فاكتور تقريبا 73% او 0.73. فهذا الكاباسيتي فاكتور اللي عندي. ايش الادفانتج والتشالنجز ان هايدرو الكتريسيتي؟ الادفانتج ستورج، يعني انا بقدر اخزن كميات كبيره من الميه واحتفظ فيها لفترات طويله، وحسب الحاجه بعملها ريليس، يعني هي احسن بطاريه في العالم تقدر تقول عنها. سبورت تو ذا جريد، هذه بتدعم الجريد بشكل كامل، يعني انا يمكن في الجريد لما نتكلم عنها اغلى اشي في الكهرباء اللي هي البيك تايم الكتريسيتي. البيك تايم الكتريسيتي لما انا بدي اطلع عليها هذه ممكن اخفض السعر تبعها الى حسب الحاجة، بدل ما انا اولد من مولدات اضافية بزود الكباسيتي تبعت الهيدرو باور بلانت. ستيبل باور سورس، طبعا هذا بتتأثرش بشكل عام كثير بالليل او بالنهار او بالسيزن، يعني السيزن بتأثر حسب السنوات مش حسب الموسم بشكل معين. لايف تايم من 30 ل 100 سنة العمر تبع السد والتوربينات الموجودة. تشالنجز امباكت اون ذا فلورا، البيئة الطبيعية هاي بتصير عندي طحالب، بتصير عندي بيئة جديدة، فانجا اللي هي بتيجي عندي يعني فطريات في المنطقة، فأنا تقريبا بقضي أو بغير من طبيعة المنطقة الموجودة، اللاندسكيب اللي عندي بتتغير بشكل كبير. اللوكال كلايمت بغيره لأن صار أنا عندي مسطح مائي جديد جنب الناس الموجودة. الرينيوبل انرجي الكتريسيتي جلوبال انستولد اوف، خلينا نقول 1211 جيجا وات، هذا على مستوى العالم. بروديوسينج جلوبال انرجي ييلد 3975 تيرا وات اور بير يير. ولو بدنا نطلع عليها الجلوبال بوبوليشن 7.5 بليون بيرسون، فأنا بتكلم على انرجي جلوبال ييلد بيعطينا كام؟ 3975 تيرا وات بير اير. لما نقسمها على البوبوليشن تبع العالم بتقول لي هاي، واقسمها على عدد ايام السنه بتقول لي هذا بتعطيني 1.45 كيلو وات اور بير بيرسون دي، يعني في لليوم للشخص باليوم الحصه تبعته على مستوى العالم 1.45 كيلو وات اور الموجود عندي. By 2040 the global electricity demand will be equal to 4.2 terawatt. الان الهايدرو الكتريسيتي سيرفيس باور دنسيتي لما بدي اجي اطلع عليها بتساوي 0.1 ل 0.2
وات بير سكوير متر، احنا شفناها هناك اجت قبل شوية في الحسبة اقل من بوينت واحد في هذا المجال، بس هذا اللي بنحكي فيه على مستوى العالم. This include the total catchment area not just the reservoir area، وهذا بنتكلم عليها لما نتكلم مش بس الريزرفوار اللي هي البحيرة اللي احنا الصناعية اللي بتنعمل، بقى كمان بناخد في الحسبان الكاتشمنت اريا اللي هي المنطقة اللي بتنزل فيها الامطار، الامطار الخاصة بالنهر هذا او بالمنطقة اللي عندي. Therefore an area of 21 squared mega kilometer is required لهذا، يعني بنتكلم عليه 21 سكويرد ميجا كيلومتر از ريكويرد. هذا بشكل عام الجلوبال انكسي. بنلاحظ من احدى التحديات بالنسبه للهايدرو باور انه الهايدرو باور مش في كل مكان في العالم بتنفع، تنفع على الانهار، تنفع في المناطق الجبليه اللي في بتنزل فيها كميات مطر كبيره او ثلوج كبيره. ويعطيكم العافية، الآن بناخذ بريك وبنرجع نتكلم على الويند انرجي.